بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا مشاهدينا الاعزاء وحلقه جديده من حلقات برنامجكم العالمي. حلقتنا النهارده مليئه بالاخبار الحصريه والاخبار العاجله في رياضه كره القدم، ومعانا اهم الاخبار. المصري يخطف نقطه من الانتاج بعد التعادل 2-2. طبعا شفنا المباراه امبارح وكانت مباراه مثيره بين النادي المصري ونادي الانتاج الحربي. المصري عمل مباراه قويه، طبعا كابتن علي ماهر كان مؤدي دوره على احسن وجه. كابتن فريق الانتاج الحربي عمل برضو ماتش كويس وعمل ماتش قوي. طبعا بنشكر اللعيبه على الاداء اللي كل شويه بيتحسن، كل مباراه بيتحسن عن مره ومره، فربنا يكرم ان شاء الله ونعمل ماتشات قويه كده على طول دايما. اسوان يخضع لتحليل رابيد تيست بدءا استعدادا للنادي المصري. اسوان ان شاء الله الماتش الجاي هيلعب النادي المصري، بدا النهارده يعمل استعداد اللي هو التيست تحاليل عشان مباراة إن شاء الله المقدمة مع النادي المصري. مصطفى محمد أريد الانضمام إلى فنربخشة، أنا لاعب كرة قدم لا علاقة لي بالسياسة. مصطفى محمد طبعا قال رغبته إن هو ينضم إلى فنربخشة بعد تلقي العرض اللي جه لنادي الزمالك، بيقول أنا كلاعب كرة قدم فقط، ماليش دعوة بالسياسة، ماليش دعوة بأي سياسة خالص. الأهلي يستعد مهاجمه الشاب أحمد حمدي من التشيك. الاهلي طبعا كنا عارفين ان في احمد حمدي الشاب المهاجم كان معار لنادي التشيك سبارتا براج، والاهلي طلب ضمه تاني اللاعب المهاجم احمد حمدي. اللجنه الخماسيه ترفض طلب الانديه بفتره راحه اسبوع. بفتره راحه اسبوع الانديه طلبت ان هي طبعا هتريح، عايزه تريح لمده اسبوع. طبعا اللجنه الخماسيه رفضت بسبب بدايه الدوري الجديد. الزمالك يعيد النظر في الراحلين بعد التعاقد مع باتشيكو المدير الفني الجديد. باتشيكو طبعا عرفنا ان هو هيقود مباراة يوم الاحد بنادي الزمالك، ورفض طبعا طلب الراحلين، هيبص عليهم تاني، هيتعاقد هيكلم معاهم تاني ويشوف الناس اللي راحله عن الفريق والناس اللي موجودة. طبعا باتشيكو كان مدرب قوي ومدرب مع نادي الزمالك، كان عامل نتائج كويسة. الليله سعيد زعيم الصغر يستدرك انبي في لقاء البحث عن المربع الذهبي في نادي الاتحاد السكندري، هيلعب مباراه قويه مع نادي انبي ومنافسه على المربع الذهبي. معايا ضيف النهارده طبعا الكابتن اشهد محمد عطعوط لاعب نادي بورفؤاد، عايزين نرحب بيه. اهلا وسهلا كابتن اشهد. اهلا وسهلا بيك كابتن. اخبارك ايه؟ تمام تمام الحمد لله. طبعا شرفتني في البرنامج انت النهارده. اللي شرفتني والله. عايزين يا كابتن اشهد، طبعا انا عارف انت كابتن فريق نادي بور فؤاد مواليد 2005، بتلعب في بور فؤاد بقالك 7 سنين، بقالي 7 سنين طالع من الاكاديميه، وطبعا طلعت على على طول. الفريق وكابتن الفريق دلوقتي حاليا. انا كابتن فريق. تمام، عايزين في البدايه يا كابتن نعرف نبذه مختصره عنك كمشوارك كلاعب كره قدم. انا بدات مسيرتي من وانا عندي 4 سنين، اتمرنت مع الكابتن وائل الجبالي في اكاديميه نادي بور فؤاد. جميل. بعدها يعني قعدت مع 3 سنين، فتلاقيني حلو معاه ويعني ماشي معاه حلو، فصعدني الفرقة بورفؤاد 2005. صعدت ل 2005، من 2004، من 2005 ل 2004. بعد تمام كده صعدت جميل من 2005 ل 2004، جميل. فلعبنا ويعني لعبنا كام مباراة ودية، وكنا بنتمرن تحت قيادة كابتن محمد السادات وكابتن أحمد يوسف. وبعدين فأنا كنت عايز أزود من نفسي، فرحت اتمرنت في أكاديمية نادي المصري، جميل. فيعني كنت يعني بشغل نفسي مع أكاديمية نادي المصري ونادي بورفؤاد. نادي بور فؤاد. تمام فبعدها قام تلاقوني حلو في اكاديميه نادي مصر، فاخدوني نادي مصر 2005. جميل. فكنت ماضي في نادي بور فؤاد، فما ينفعش ما ينفعش انت تمضي في ناديين. جميل. فقالوا لي هات رجعت نادي بور فؤاد تاني. قالوا لي هات الاستغناء بتاعتك من نادي بور فؤاد. جميل. فروحت نادي بور فؤاد، رفضوا مني، رفضوا ان هم يستغنوا عني، جميل. فما كملت بقى مسيرتي مع نادي بور طبعا فؤاد اي لاعب 2005. كويس هيرفضوا الاستغناء. اكيد. جميل. تمام. فالوقت حاليا مع في نادي بور فؤاد 2005 مع كابتن سعيد نجاح. مع كابتن سعيد، كان الكابتن السنة اللي فاتت كان كابتن محمد سوق السنة اللي فاتت، كان كابتن قدير ويعني كابتن فوق راسنا كلنا، وكان كنتوا بيع عاملين ماتشات قوية السنة اللي فاتت. كانوا عاملين كنا عاملين ماتشات قوية، وكان بيحفز اللاعب وبيعرف هو عايز ايه من اللي قدامه، ويعني كان ربنا يوفقه في اللي هو فيه الوقت. جميل. والسنة دي مع كابتن سعيد. كابتن سعيد نجاح يعني مدرب جديد على الفرقة، مدرب قدير ومدرب هو عارف شغله وبيجد في شغله، وبأمانة يعني شغال على الناحية النفسية والناحية البدنية حلو، والوقت يعني لسه داخلين على الدوري، فهو ربنا يوفقنا ونجيب الدوري عشان نلعب قطاعات. جميل. وايه هي بقى طموحك في الفترة القادمة؟ انت شايفها الفترة القادمة طموحي بالنسبة لك؟ الفترة القادمة ان اجيب بطولة مع فرقتي اللي جميل. هي بور فؤاد، وان شاء الله يعني اتفاوض يعني يتفاوضوا فرقة كبيرة من مصر تتفاوض مع نادي بور فؤاد عليا وكده، اروح العب فيها
وان شاء الله احقق معاهم بطولات وكده، وان شاء الله احترف بره مصر، ده يعني هدفي كابتن يعني. سعيد بيديك الثقة ان انت كابتن سعيد بسم الله ما شاء الله شغال معانا حلو، وبيعاملنا على النفسي والبدني وكل، ويعني شغال بيحفظ كل لاعب على اساسيات مركزه يعني اساسيات كل حاجه. جميل. وإدارة نادي بور فؤاد طبعا المهندس أحمد البربري المهندس احمد البربري عامل فوق شغل راسنا جامد في نادي بور بسم فؤاد، الله ما شاء الله، مهندس طارق الرمالي والأستاذ عماد كابتن عماد الألفي. تعبانين معانا بقالهم 7 سنين، المهندس احمد البربري والاستاذ طارق الرمال والكابتن عبده الجرايحي وكابتن كابتن ناصر الجمل بعد ناصر قيادته الجمل تدير المدير في الإدارة مدير الفنية نادي بور فؤاد. اداره قطاع الناشئين، والوقت كابتن سعيد نجاح اللي ماسكنا مدرب فرقه. جميل. طيب إيه هي الصعوبات اللي بتواجه كابتن في الملعب؟ الصعوبات اللي بتواجهني في الملعب يعني هي مش صعوبات كتير، في يعني اصعب حاجه بتواجهني اللي هي ارضيه الخصم. ارضيه الخصم بتبقى سيئه جدا يعني، هما بيبقوا متعودين عليها وبيتمرنوا عليها وكده، الملاعب قصدك الملاعب. جميل. بيبقوا متمرنين عليها وكده، واحنا يعني بنبقى جداد على الملعب، فيعني بنأدي بشكل يعني مش غير لائق، فعشان كده الارضيه وحشه مش مساعدانا. جميل. طيب انت تعاملك ازاي مع زمايلك ومع اللعيبه في الملعب؟ طبعا انت كابتن فرقه ومع المدرب بتاعك. بحاول اوجه على كل لاعب بس من غير اساءه ليه، يعني احاول يعني اتكلم مع كل لاعب من غير اساءه، وطبعا كلهم بيحترموني وبحترم كل الفرقه، وكل فرقه على راس طبعا. وكابتن سعيد ده نجاح شغال معانا كويس الفتره دي. جميل. انت شايف المرحلة القادمة في الدوري هيبقى شكلها ايه؟ لا ان شاء الله نحقق بعد فترة التوقف اللي هي كانت موجودة بتاعت ان شاء الكورونا. الله نجيب البطوله، واحنا بنلعب على قطاعات، اللي هو لما نكسب الدوري نروح على قطاعات على طول، هو ده هدفنا الموسم ده. جميل. ما هو ان شاء الله منطقة بورسعيد تساعدكم ان انتوا ربنا يكرمكم تلعبوا قطاعات بامر الله، وطبعا رب. الكابتن طارق حبيب مدير فني قطاعات بحري ودلتا برضه الراجل بيقف جنب فرق بورسعيد كلها وبيعمل شغل كويس معاهم بالنسبه ربنا يوفقك. للقطاعات والكلام ده. بالنسبه لتقييمك تجربتك كلاعب في نادي بور فؤاد، تجربة حلوة يعني، ما شفتش منها حاجة وحشة، ويعني فطبعا بتقول طالع من اكاديميه النادي المصري على نادي بور فؤاد وقضيت بقالك 7 سنين في نادي بور فؤاد وكابتن فريق. ايوه، وكمان تجربه حلوه عشان اداره مسكنه، اداره حلوه بقياده المهندس احمد البربري والاستاذ طارق رمال والكابتن عبد الجراح لسه زي ما انا قايل، والكابتن ناصر الجمل، والوقت حاليا الكابتن سعيد نجاح. اداره حلوه يعني جد. جميل. طيب احنا معانا تقرير هنطلع نبص عليه، اللي هو طبعا ده جوه نادي بور فؤاد وكان مع اللعيبه اثناء التمرينات، وجينا كنا شايفين انكم الملعب وكنا على طول بنباشر التمرينات بتاعتكم. انا معانا تقرير هنطلع نبص عليه ونرجع لكم تاني مشاهدينا الاعزاء. كابتن محمد بيرحب بحضرتك وبضيوفك الكرام في برنامجنا العالمي. احنا الان متواجدين في نادي بور فؤاد ومتواجدين مع ناشئين تحديدا مواليد 2005 و2004. النهارده هنشوف هنتكلم مع المدربين وهنتكلم مع الفريق بعض عناصر منه، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. نتعرف عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف محمد الفقي. بتلعب مركز ايه؟ حارس مرمى. بتلعب في نادي ايه يا يوسف؟ نادي بور فؤاد. نفسك تبقى زي مين ما تكبر؟ طبعا نفسي ابقى زي كابتن عصام الحضري، ونفسي ان انا احقق حلمي واحترف بره مصر. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. تعرف عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. علي احمد بحيري. بتلعب مركز ايه؟ حارس مرمى. نفسك تبقى زي مين ما تكبر؟ مانويل نوير. اتمنى لك التوفيق باذن الله. تعرف عليك. محمود السيد. بتلعب ايه؟ خط نص. خط نص. نفسك تبقى زي مين ما تكبر؟ مودريتش. مودريتش. انت مبسوط هنا في نادي بور فؤاد؟ اتمنى لك التوفيق. تعرف عليك. اشهد محمد عطاوت. تلعب مركز ايه؟ مساك. نفسك تبقى زي مين ما تكبر؟ نفسي ابقى زي سيرجيو راموس. في الدوري المصري؟ في الدوري المصري محمود علاء بتاع الزمالك. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. انت مبسوط هنا في نادي بور فؤاد؟ مبسوط طبعا، بيدربنا مدرب حلو كابتن سعيد نجاح، وقطاع ناشئين حلو كابتن ناصر الجمل، والمهندس احمد البربري والاستاذ طارق الرمال. اداره حلوه يعني. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. تعرف عليك. محمد وليد. بتلعب مركز ايه؟ باك شمال. نفسك تبقى زي مين ما تكبر؟ مارسيلو زي روبرتو كارلوس. طب الدوري المصري؟ عبد الشافي. اتمنى لك التوفيق. تعرف عليك. محمد اسامه. بتلعب مركز ايه؟ مساك. نفسك تبقى زي مين ما تكبر؟ فان دايك. فان دايك. طب الدوري المصري؟ الوينش. اتمنى لك التوفيق. شكرا. نتعرف عليك.
محمد وطه. تلعب مركز ايه يا محمد؟ بلعب نص ملعب. نص ملعب؟ نفسك تبقى زي مين ما تكبر؟ العب مع ديونج او توني كروس. طب الدوري المصري؟ لا في يا كابتن عمرو السوليه. نتمنى لك التوفيق باذن الله. تعرف عليك؟ زي مجدي. تلعب مركز ايه؟ حارس مرمى. نفسك تبقى زي مين ما تكبر؟ والدي هو قدوتي يعني. والدك كان لاعب كوره؟ اه كان بيلعب في النادي المصري بس ما كملش يعني. طب اسمه ايه؟ مجدي ابراهيم. نتمنى لك التوفيق. تعرف على حضرتك؟ اسامه عماد الالفي، مدرب في نادي بور فؤاد. حضرتك معاك فريق كام؟ ال 2004 وال 2003 مع بعض. في طبعا احتكاك للفريق وكده؟ اه اكيد طبعا. احنا طبعا نظرا للظروف بتاعت ال 2004 ان اخر ليها قطاعات اخر السنه دي قطاعات، فاحنا ضمينا الفرقتين. طبعا ده احتكاك كويس ليهم جدا ان المواليد الصغيره تحتك مع الناس الكبيره، وان شاء الله نكون فريق للنادي كده باذن الله عشان يفيد النادي فيما بعد باذن الله. الفريق فيه دعم ليه خارجي ولا؟ لا من لا مش خارجي، واحنا نادي بور فؤاد تبع هيئه قناه السويس، طبعا ما بناخدش اي دعم خارجي من الهيئه، وكل امكانيات متوفره يعني ادوات ملاعب في اي وقت يعني. اتمنى لكم التوفيق. ربنا يخليك. شكرا. شكرا جزيلا. تعرف على حضرتك؟ السيد محمد نجاح. حضرتك مدرب فريق مواليد 2005 في نادي بور فؤاد هنا؟ نادي بور فؤاد ان شاء الله. طيب حضرتك كنا سامعين ان حضرتك كنت ماسك فريق قبل كده قبل ما تمسك الفريق ده. كنت ماسك برضو هنا في نادي بور فؤاد فرقه 2002. السنه اللي فاتت كانت فرقه بتنافس على البطولات اخر مباراه، فرقه كعناصر كلهم بلا استثناء عناصر مميزه جدا، وان شاء الله نقدر نعيد الفتره دي مع 2005 السنه دي باذن الله. اتمنى لكم التوفيق. شكرا يا فندم. شكرا. تعرف على حضرتك؟ كابتن محب خالد، مدرب حراس مرمى فريق 2005 و2006. طب ممكن حضرتك تكلمنا على الفريق شويه؟ بالنسبه للحراس؟ بالنسبة للحراس أنا معايا مجموعة متميزة من الحراس، معايا يمكن زياد مجدي من أحسن الحراس في بورسعيد كلها، وإن شاء الله يبقى له مستقبل كبير جدا. فرقة 2005 فرقة محترمة جدا، إن شاء الله تعمل حاجة كويسة السنة دي تحت قيادة كابتن سعيد. وعندنا فرقة برضو 2006 قيادة الكابتن محمد الشرايدي، فيها مجموعة كويسة من اللعيبة، وإن شاء الله نحقق حاجة كويسة السنة دي، وإن شاء الله نشرف نادي بور فؤاد. بالتوفيق إن شاء الله. أمين. شكرا. تعرف على حضرتك؟ كابتن سعيد الشهاوي، مدرب مساعد مع كابتن سعيد، ماسكين فرقه 2005، وان شاء الله نعمل معهم شغل كويس ان شاء الله ونحققها كويس. الفريق كان فيه ليه دعم من بره لعيبه؟ اه في لعيبه مغتربه، بس يعني لسه عشان في تظبيط الاداره وكده، فلسه العمليه ما ظبطتش. ان شاء الله هيجوا ونظبط الموضوع بامر الله، هنجيب العناصر الكويسه اللي تقدر تفيد الفرقه عشان تكون موجوده وتكون اضافه للمجموعه اللي موجوده. الفريق فيه احتكاكات ماتشات وديه وكده؟ لا احنا لسه في فتره الاعداد، لسه ما فيش ماتشات وديه، بس ان شاء الله هندخل الفتره الجايه ان شاء الله ماتشات وديه علشان الفرقه تبدا تظبط ان شاء الله، عشان ما عادش وقت على الدوري. نتمنى لكم التوفيق. شكرا. كابتن محمد، دي نهايتنا، ونتمنى التوفيق لانديه بورسعيد. طبعا زي ما حضرتك عودتنا ان احنا بنكون مع ناشئين على مستوى الجمهوريه كلها، ان احنا نقدر نطلع المواهب لينا في برنامجنا العالمي. عدنا اليكم مشاهدينا الاعزاء. طبعا بعد التقرير اللي شفناه في نادي بور فؤاد، طبعا الشكر والتقدير للمهندس احمد البربري على الجهد المبذول جوه نادي بور فؤاد، واعضاء مجلس الاداره المحترمين كابتن عماد الالفي، كابتن ناصر الجمل مدير قطاع الناشئين بالنادي، المهندس طارق الرمالي. طبعا بعد كل الشكر والتقدير للمدربين كابتن اسامه الالفي وكابتن سعيد نجاح. طبعا انا حابب اتكلم تاني، ارجع لك تاني كابتن اشهد، عايزين نتكلم. ما كنت في اكاديميه الكوره في النادي، نادي بور فؤاد. في نادي بور فؤاد كنت تحت قياده كابتن وائل الجبالي، كان مدرب بسم الله ما شاء الله عليه، مدرب قدير. كان يعني كنت لسه بادئ مشوار الكوره معاه، كان يعني بسم الله ما شاء الله عليه ومشغل معانا حلو وكله. انت شايف بالنسبه لاكاديميات كره القدم ناجحه ولا فاشله؟ هي ناجحه، بس يعني هي يعني في النادي المصري، اكاديميه النادي المصري كانت ناجحه. جميل. اتمرنت مع الكابتن احمد يوسف. جميل. والكابتن نهاد حجاج. جميل. يعني الاكاديميه انت شايف انها بتطلع لعيبه اللي تلعب في الدوري. آه. في الفرق الدوري. اه ويعني بيساعدوا الفرق ويعني بيعملوا لعيبه حلوه. تمام. طبعا يا جماعه عايزين برضو نتكلم عن موضوع الاكاديميات. في اكاديميات كتيره مفتوحه، طبعا كل من هب ودب عمل اكاديميه، كل من جاب اربع كنزات ووقف في جنينه ومعاه كوره اشتغل مدرب وعمل اكاديميه. طبعا الكلام ده طبعا الدكتور محمود سعد بيبص بص برضه بخصوص الاكاديميات على مستوى الجمهوريه، يعني في حاجات في مهازل، حاجات بتحصل وفي كلام كتير بيحصل بالنسبه للاكاديميات
بص لولي امر نزل عمل اكاديميه، بص لاي مدرب واقف عامل اكاديميه، كل الكلام ده طبعا المناطق هي بتتابع الكلام ده بخصوص الاكاديميات. طب ارجع لك تاني برضو بخصوص انت بتقول عايز ان الشركه تشوفني وكل اللعيبه يبص عليا وكده في خلال فترات الدوري. ان شاء الله. جميل. بخصوص الشركات، بخصوص الشركات والانديه الكبيره، انت عايز الشركه تكون معتمده والكلام ده. طبعا يا جماعه برضو هنتكلم تاني برضو بخصوص الشركات الاستثمار الرياضي اللي مفتوحه اليومين دول، اللي ينزل لك خبر على الفيسبوك وينزل لك خبر اخبار على السوشيال ميديا، يقول لك انا بسوق لتركيا، انا بسفر مش عارف لفين، انا بسفر لفين، ابعت لي صوره بطاقتك، ابعت لي صوره الجواز. كل الكلام ده نصب، وانا بقولها علني، كل الكلام ده نصب. اللي يشوف حاجه زي كده كل الكلام ده نصب. اللي هي حاجه واحده من الاثنين، هي بتبعت صوره الجواز بتاعتك للنادي، او بتبعت الفيديو بتاعك لوكيل لعيبه معتمد، هو وكيل لعيبه بيجيب لك دعوه رسمي موجود. مفيش سفر لتركيا يا جماعه احتراف، مفيش سفر لتركيا احتراف الا فريق اول فقط لا غير، اللي هو الدرجه الاولى، اللي هو الدرجه الاولى، هنقولها تاني، اللي هو للدرجه الاولى. كل اللي انتم شايفينه يا جماعه شركات التسويق الرياضي اللي موجوده على مستوى الجمهوريه هنا نصب، شركه التسويق الرياضي اللي معتمده تجيلنا تقول انا ورق اهو، رقمي موجود عندكم على الشاشه، تيجي معايا في الحلقه هنا تقول لي انا ورقي موجود، انا ورقي سليم، انا معايا تصريح، معايا تصريح هو معتمد من اتحاد الكوره ان انا وكيل لعيبه او ان انا شركه تسويق رياضي من الكابتن مجدي عبد الغني، يطلع يقول انا معايا شركه تسويق رياضي. لما تقول لي دعوه، تقول لي مش عارف ايه، تقول لي الكلام ده كله ملوش اي لازمه. كل الكلام ده يا جماعه ارحموا الناس الغلابه، تروح تقول لواحد انا عايز 10,000، انا عايز 15,000، انا عايز 20,000 عشان اسفرك، ولا 30,000. لا، في ناس انا اعرفها محترمين كويسين هنقولها الحلقات الجايه بالاسماء، في شركات كويسه هنقولها برده بالاسماء برده يا جماعه. مجموعه ب اللي هي بتلعب الدوري المصري اتلغت، الناس اللي هي اخدت قطاعات ب وجيم والافلام دي كلها اتلغت. ارحموا يا جماعه دم الغلابه، الناس اللي بتروح تاخد من دم الغلابه 10,000 عشان ابنك يتقيد اتحاد كوره، عشان ابنك ياخد تصريح، عشان ابنك يطلع له كارنيه، عشان الكلام ده، كل الكلام ده نصب، كل الكلام ده نصب. هي في دوري، الدوري ده فئات الف بس، طبعا في ناس برده مدربين محترمين عاملين فئات الف، بتدفع لان مفيش دعم بيجي، انا بقول يا عالم مفيش دعم بيجي للانديه، انت بتدفع بتدفع مثلا حاجات القيد، الكارنيه، التأييد، الكلام اللي هو الحاجات اللي هي الحاجات البسيطه، انما ما اروحش ادفع لي 10 و15، كل الكلام ده حرام، كل الكلام ده حرام. هرجع تاني برده لاشهد. طبعا اشهد انا عايزك اشوف تعاملك ازاي كنت مع لعيبه جوه الملعب. عندك جوه الملعب كنت بحاول اوجه اللعيبه على قدر الامكان من غير اساءه ليهم، وكنت يعني انا يعني بحاول يعني ما اعنفش اللعيبه، وكانت توجه اللعيبه خلال الماتش وخلال المباراه طبعا. طب بين الشوطين كنت بتتكلم معاهم ازاي؟ بنتكلم بحفزهم على اساس ان احنا يعني نحاول على المكسب، وعلى اساس يعني اللي هو يعني نستريح بعديها عشان نستريح للدوري، يعني نبقى مركز اول ولا حاجه عشان نستريح من المباراه الاخيره. جميل. انتوا مخلصين السنه اللي فاتت مركز كام؟ مركز ثالث. مركز ثالث. كنت لاعبين كم ماتش في الدوري؟ احنا لاعبين هو الفرق 8 يعني 8 16 16 ماتش رايح جاي 16. وانت شايف ان في ان كانت الاداره واقفه معاكم في الماتش؟ الاداره طبعا بوجه ليها كل الشكر والدعم، والاداره تعبانه معانا بامانه، يعني تعبانه معانا بقى لها اكتر من 7 سنين. جميل. طيب وبالنسبه للكباتن بيتكلموا معاك في الاوضه بين الشوطين؟ الكباتن بيحاولوا يحفزونا، ويعني مثلا يحطوا لنا دعم اللي هو مثلا يعني لو كسبتوا كذا، ويعني بيحاولوا يعني ما يعنفوناش على قد ما يقدروا. جميل. طب كان في طبعا انت شايف عارف السنه دي ان في منتخب وفي قطاعات وفي جمهوريه، انت شايف احنا بنلعب على الحاجات دي، بنلعب على اللي احنا اول دوري ونصعد قطاعات. بتلعب اول دوري وتاخد قطاع. جميل. طيب تمام. معانا في مجموعه صور ليك، وطبعا انت كنت موجود في الملعب. كانت من امتى الصور دي؟ كانت من حوالي سنه ولا سنتين. من سنتين. كنت في نادي بورفؤاد. في نادي بورفؤاد. جميل. طب انت لعبت ماتشات بره مع فرق بره؟ لعبنا سموحه، ولعبنا الزمالك، ولعبنا فرق كتير، بس يعني حقيقة مش متذكر، بس يعني لعبنا في كتير. فرق بتجيلكم من الشرقيه ومن المنصوره كانت بتيجي تلعبكم في الملعب؟ لا، ما كانش في فرق بتيجي من الشرقيه. احنا دايما بنسافر. انتوا على طول بتسافروا؟ تمام. طيب اداره النادي ما بتكسبوا ماتش ولا حاجه بتتكلم معاكم في ايه؟ بيدونا حافز يعني مثلا تكسبوا بقى الماتش الجاي وتلعبوا على الدوري، وحافز يعني مادي وكده، وساعات يعني بيحاولوا يعني يعاملونا على قد ما يقدروا. جميل. جميل. تمام. طيب انت شايف احتراف محمد صلاح
شايف احترف بسم الله ما شاء الله واشتغل على نفسه، ونادي الزمالك رفضه وهو اشتغل على نفسه. انت كلاعب كوره استفدت ايه؟ انا استفدت يعني ان ما يقاس، يعني بدل حاجه يعني راحت ما يقاس، لازم اشتغل على نفسي اكتر واكتر لغايه ما حاجه تجيلي احسن. جميل تمام. طيب يعني انت شايف تجربه محمد صلاح كويسه؟ كويسه جدا. استفدت منها كلاعب كره قدم ان انت مثلا تنام بدري، ما تسهرش، تتغذى كويس، تقوم تتمرن كويس. يعني هو كان بيتمرن تمرينتين صبح وليل. وكان بيسافر. كان بيسافر. طيب شايف تجربه رمضان صبحي احتراف ولا لا؟ شايفها ازاي بقى؟ رمضان صبحي ما نجحتش عشان هو ستوك سيتي، يعني ما نجحش معاها. ما نجحش في ستوك سيتي. طيب شايف انتقاله من الاهلي للبيراميدز؟ الاهلي البرنز هو انتقال يعني، وعشان يعني يخلي الجدل عليه. جميل. وانتقال يعني لابد. حلو. جميل تمام. طيب يا جماعه زي ما احنا قلنا برضو ارقامي معاكم على الشاشه، تتواصلوا معايا في اي وقت بخصوص برضو قلنا الشركات التسويق الرياضي هنتكلم عليها في الحلقات القادمه، هنتكلم على اكاديميات الكوره في الحلقات القادمه. برضو اكاديميات الكوره انا اعرف يا جماعه اكاديميات شغاله نظام كويس، في اكاديميات شغاله كويس، في اكاديميات شغاله باحتراف، في اكاديميات مشهره، في اكاديميات شغاله كده من تحت السلم، في اكاديميات شغاله كويس جدا بتلعب ماتشات وبتسوق لعبتها كويس، في اكاديميات شغاله عشان السبوب. شايف بخصوص اكاديميات اللي هي السبوبه دي ايه النظام بتاعها؟ اللي هو بيبقوا بيستغلوا، اللي هو يستغل يعني ولي الامر اللي قدامه. يقبض منه فلوسه وخلاص. يعني ما بيقدمش اللي هو الدعم اللي هو المفروض يقدمه، وبيبقى بيستغل بفلوسه وخلاص. جميل. طيب انت شايف الفرق عندنا نظامها ايه؟ كتيره قليله؟ لا الفرق قليله يعني هو بتلعب دورين. بس ممكن فرقه كام يعني فرقه مثلا بتلعب لك في الموسم مثلا 20 ماتش؟ لا ما هو مش شرط، ما هو مثلا فرقه مثلا ممكن تقول انا هريح الدور ده، وفرقه مثلا ممكن ما تخشش الدوري ده. جميل. وبيحصل كده يعني كذا دوري يحصل فيه كده. جميل تمام. طيب يا جماعه انا اخر حلقتنا في الختام طبعا عايز اشهد يوجه كلمه للساده المشاهدين، ووجه كلمه طبعا للشكر لوالدي. عايز اشكر والدي جدا على تعبه معايا، وهو تعبان معايا من اول ما اتولدت والله تعبان معايا، ويعني بص انا مش عارف اودي له الجميل ده فين، وربنا يخليه لي يا رب وما يحرموش مني. ووالدتي برضه والدك راجل محترم، هو طبعا واقف جنبك انت واخواتك. هو كابتن محمد عطول. كابتن محمد عطاط كان تمام. جدي اصلا مدرب ملاكمه، وابويا كان لعيب ملاكمه. جميل. يعني ابويا مش والله مش عارف اشكره قد ايه، ربنا يخليه لي وما يحرموش مني. ووالدتي ست طيبه وربنا يصلح حالها، ربنا يديها طول العمر يا رب، واقفه معايا جامد. ربنا يخليهم لك يا رب، وربنا يكرمك ويوفقك. وشرفتني طبعا في البرنامج يا كابتن. طبعا بشكر سيادتكم على حسن المتابعه، وان شاء الله انتظرونا في الحلقات القادمه كل جمعه القادمه الساعه 12:30 برنامج العالمي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.